أوجع قلبنا كثيرا حادث مؤخرا تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل شاب مصري قبطي ذو خلق وذو سمعة طيبة اسمه عادل لطفي. عادل لطفي من قرية توخ محافظة المنيا، عن عمر 31 سنة، يعمل مديرا بمشروع أنا المصري، مشروع تمويلي، وكان في أثناء تأدية خدمته العملية وكان بصحبة أحد الزميلات له في العمل ويقوم بتحصيل مبالغ، قام بترك منزل أحد الممولين من المشروع ومتأخرين في السداد، وكان هذا الشخص هو أمين شرطة وزوجته. وعندما طلب منهم عادل دفع الأقساط المتأخرة، قام أمين الشرطة بالمشاجرة مع عادل والاعتداء عليه وطعنه بالسكين في القلب أودت بحياته. لم يكتفي أمين الشرطة بهذه الجريمة، لكن لاحقا ذهب إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الحادث وأدعى أن عادل هو الذي اعتدى عليه وعلى زوجته، ولكن وفقا لشهود العيان ووفقا لسمعة عادل كان هذا الكلام مزور. وسبق وقلنا قبل كده، إذا كان هناك مشاجرات أو اعتداءات من أطراف أو مواطنين لمواطنين الأمر يعتبر عادي، لكن لما تأتي الاعتداءات من جهاز منوط به إن هو يحمي ويحافظ ويؤمن الشعب المصري كافة، ولا يقوم بهذا بل يستخدم سلطته في فرض أتاوى أو تجبر أو يفرض قوة على المواطنين، فهذا أمر مشين للجهاز الذي يعمل فيه، لأن هو بيعتبر إساءة للمنظومة أو المؤسسة كافة. كنا لسه بنتناول الأسبوع الماضي اعتداء 2 من رجال الشرطة، واحد في على قوة العمل، واحد متقاعد، على رجل قبطي في داخل بناية السكن بتاعه. وقلنا برضو المشكلة في استخدام السلطة. النهاردة قتل أمين شرطة لقبطي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من خلال أخو المجني عليه عادل. معانا دكتور عماد لطفي شقيق عادل. مساء الخير يا دكتور عماد. مساء النور يا فندم. في البداية بنعزي حضرتك وبنعزي الوالدة في وفاة عادل. يعني احنا بنصلي ان ربنا يعزينا كلنا، وبنطلب منكم على الهواء ان انتوا تصلوا لنا ان ربنا يرسل تعزيات لينا، يعني احنا في امس الحاجه في الوقت ده للتعزيه. امين. طيب عماد، بما ان حضرتك يعني مطلع على اخر المستجدات، انا عايز اعرف منك في البدايه السيناريوهات اللي بتتداول على المواقع الاخباريه والصفح اللي هم بيحاولوا بشكل او باخر يحذفوا خالص صفة الجاني إن هو أمين شرطة ويخفوها ويسندوا الأمر إلى إن هو كان مشاجرة بين طرفين أودت بحياة عادل، هل الكلام ده صحيح ولا الحقيقة؟ لا اتفضل. طب نحب نسمع. الموضوع ده عاري عن الصحة جدا، الموضوع إن هو ده أمين شرطة، تمام؟ قد استغل صفته المهنية، استغل صفته بكون ان هو ينتمي لجهاز قد يهابه البعض، تمام؟ الناس دي كانت نازلة تشوف شغلها، اخويا كان مدير الفرع دوا، كان بيتابع بالتليفون مع الموظفة اللي نازلة توزع ايصالات الدفع الخاصة بالقروض اثناء ما الموظفة دي. طب نحاول نرجع تاني بشكل عاجل لدكتور عماد. هو عموما خلونا ايضا نعرض صورة الجاني أمين الشرطة المتهم بقتل عماد، لان الحقيقة برضو كان في البداية الامر عايزين يعني يعملوا تسوية ليه او اخفاء لصفة الجاني، لكن الجاني واضح جدا من خلال صورته هو اسمه ايمن حسين سالم أمين شرطة تابع لأحد مراكز الشرطية بمحافظة المنيا، وكان استغلال السلطة أو استغلال الصفة المسموحة لي بشكل خاطئ يجب أن يحاسب عليها، ويجب أيضا أن يتم التحقيق مع الجهات المختصة داخل الاسم اللي في البداية حاولت تخفي حقائق صفة الجاني علشان ما تقالش أن في أمين شرطة قتل مواطن. احنا مش بنتكلم في قضية طائفية بس لتوضيح الأمور، احنا بنتكلم في حوادث قتل بتؤتي على
مواطنين مصريين بصرف النظر عن ديانتهم او عرقهم او جنسهم او لونهم، لكن من خلال جهه المنوط بها حمايتهم، المنوط بها دفاع عنهم. احنا كمواطنين مصريين بندفع لها ضرائب علشان تحمينا، علشان توفر لنا الامان. لما يكون في افراد في هذه الجهه بيستخدموا سلطتهم في التجبر وفي فرد القوه وفي الظلم، لا، هنا ستوب، ولازم نشوف ايه الخطأ اللي موجود واللي بيتكرر ونوقفه. افتكروا كويس قوي ان بداية ثورة يناير كانت قضية خالد سعيد اللي كان بسبب استخدام مفرط للقوة من خلال الأجهزة الأمنية في مصر. نحن لا نريد ثورة جديدة في مصر، لكن على الأجهزة الشرطية أن تلتزم بمهامها ومسؤوليتها، وأن لا تتعدى أي أفراد في هذه المؤسسة حدود مسؤوليتهم أو استخدام سلطتهم. معانا تاني دكتور عماد، اتفضل يا عماد كمل. انقطاع الخط. اللي حصل ان هو كان بيتابع معاها في التليفون مع الموظفه دي اخويا، هي كانت نازله توزع ايصالات خاصه باللي عليهم اقساط خاصه في الشهر دوت. فاثناء وهو بيتكلم في التليفون سمع ان مرات الامين دوت نازله عليه على الموظفه دي بوابل من الشتايم وثبت الدين وتلفظت عليهم الفاظ خارجه جدا. فاخويا بيقول لها هو ايه اللي بيحصل عندك؟ فهي بتقول له ده احنا رايحين، انا رايح اوزع الايصالات، فمرات الامين الشرطه دي بتشتمني. فبيقول لها طب انت عايزه حد ابعت لك حد؟ طيب انا هبعت لك الموظفين اللي تحتيه لحد ما نشوف المشكله هتتحل ولا لا. فراح اتصل بالموظفين اللي تحتيه، فراح بعتهم الموظفين اللي تحتيه، وصلوا هناك راح مرات الامين ده نزلت عليهم شتايم، والامين نفسه راح طلع شتمهم برضو وبهدلهم وقال لهم ان انا كل ما بشوفكم جتتي بتتلبش وانتوا ما يجيش من وراكم غير الخراب. وقيس كان الموظفين دول هم الجهه الدفع، ده موظف قطاع خاص نازل يشوف شغله. لا، وده واحد خد كارد بيسدد الكارد، يعني هو عشان انت صفتك امين شرطه هتمتنع عن السداد؟ ده انت المفروض بيك حمايه القانون. لما انت ما تدفعش امال البلطجيه يعملوا ايه؟ تمام يا فندم. اخويا بيكلمهم بيقول لهم انتوا خلصتوا المشكله اتحلت ولا لا؟ راح هم قالوا له لا، ده احنا ده هو طلع فينا شتايم وطلع فينا سب وقذف واستغل صفته في ان هو يتعدى علينا. فاخويا بحكم ان هو مدير فرع وان الناس دي شغاله عنده راح وصل لهم في الحال وراح وصل عندهم، فبيقول له انت ليه بتشتمهم؟ انت ترضى ان حد من بناتك او مراتك حد يتطاول عليهم باللفظ او يسب لهم الدين؟ فالراجل سمع الكلمتين من دول قعد يشتمه ويبهدله هو كمان، قال له انت مين انت كمان؟ انت وهم، وقعد يشتمهم. اخويا لما لقى الموضوع بيتصاعد راح خد الموظفين وبعده عن الحادث. راح الراجل دوت دخل بيته اختفى 10 دقائق لربع ساعه، طلع بسكينه طلع ويجري وراهم وبيقول انا هقتلك يا عادل. وراح لقى عادل، كان عادل راح له، يعني هم كانوا اتحركوا، فهو جري وراهم وجري ورا اخويا وراح طعنه في صدره ناحيه القلب بطعنه نافذه. الراجل ده ضرب ضربه مش ضرب مش بيعور، انا دكتور بشري، الضربه اللي اخويا ضربها دي مش ضرب التعوير، ده واحد عارف هو بيضرب ايه، واحد متمرس، ده واحد فاهم انا هضرب ايه وهعمل ايه. ده ما هي ضربة يعني قتلة. معلش، ده امين شرطة ضربة مخضرم، ضربة قتلة. امين شرطة مخضرم في طريقة الضرب، مخضرم ان هو عارف هضرب ضربة دي، الضربة دي هتموت ولا هتصيب ولا هتعور بس. لانه اول ما ضربوا الضربة نفذت من في عضلة القلب نافذة قاطعة. الراجل طيب. طب ساكت، اخويا طب ساكت وقع. طيب عماد استأذنك بس يعني هو أنا مش عارف هل احنا في دولة ايه؟ هل احنا في غابة؟ والراجل بعد ما اخويا وقع حاول يضربه تاني لولا ان لقاه وقع والناس حشوه. يعني هو ما كفاوش ان ضربه ضربة ووقع، لا، ده كان هيكمل لولا الناس حشوه لما لقوا اخويا سايح في دمه. يعني انا مش فاهم دلوقتي، انا حق اخويا عند مين؟ عند لا، ما واضح ان داخلية يا عماد انت هتسأل ولا النيابة. وبعدين ما انت امبارح وقفت صلاه الجناز تحديدا لما طلبت بوجود مدير الامن، انت عارف حقك عند مين يا عماد؟
تمام. انت عارف انا حضرتك عند بطالب مين؟ بسرعه عند الجهة اللي التحريات، بتستخدم ان حد سلطتها يؤدي بشكل الشرعيه مفرط خاطئ بالمجال. ضد الشعب المصري. يعني انا بقول لحضرتك تحريات الشرطه لحد دلوقتي المباحث ما وصلتش. طب ما وصلتش ليه؟ يعني دلوقتي احنا هنبدا نفهم الموضوع غلط. دلوقتي احنا هنبدا نفهم ان في تواطؤ من جهاز الشرطي مع الموضوع كده. ماشي كده، احنا لينا حق ولينا دم. طب انا عايز اعرف بس منك المحضر اللي امين الشرطه عمله ضد عماد، ضد عادل، اسف ان هو حاول يعتدي عليه، محضر الشرطه دوت كيدي، لكن هل تم الاخذ بيه؟ ما يعني انا ما عنديش علم. تم يعني كلام عبط، يعني اقل ما يقال كلام عبط. يتم اعتداء ايه؟ هو مين المجني عليه في الواقع؟ ما هو ما عايزين انت يقلبوا احنا الايه بنتكلم يا في دكتور، واقع عايزين يقلبوا الايه، يقلب ايه؟ هو عايز لو يطلع اخويا المجني عنده عليه نية، جاني ان هو عادل هو اللي اعتدى عليهم، فده التاني بيدافع عن نفسه، كلام طبعا غير منطقي بالمرة. طيب وهو مين اللي يحمل السلاح؟ بالظبط. يعني مين اللي حمل السلاح؟ هو في جاني بدون سلاح؟ هو طيب في سؤالي جاني ليك بدون سلاح؟ دلوقتي، هو مين المظاهرات اللي اللي كانت عقد موجودة في أول ساعات واتفق؟ الحادث اللي احنا طبعا بنشاهد بعضها على الشاشة، كان في مظاهرات مشيت في الشارع وبتطالب بحق عادل، وان مشينا. جاني هو امين شرطه، عشان بس الناس برضو كانت بتحاول تخفي صفه الجاني، وده انا رصدته كمان شخصيا من خلال المواقع الاخباريه للصحف المصريه، ان هي بتتكلم عن ان في مشاجره ادت بحياه مواطن اسمه عادل لطفي، لكن ما اتكلموش خالص عن صفه الجاني ايه، وده في حد ذاته برضو بص يا فندم، انا في اولا ارفض تسميه القضيه بمشاجره. هي ليست طبعا مش بمشاجره، مشاجره، ايه اعتداء سافر، هي جريمه قتل جريمة مع قتل، سبق الاصرار والترصد. ده رائع، ده رائع اللي انت فيك الشجاعة اللي انت تمام. تقول دوت، ومحدش يقدر يهزك او يرجعك عن الحق بتاع اخوك. انا بس لا، هو حق اخويا، دم اخويا في رقبتي طبعا وفي رقبه القريه اللي احنا مولودين منها، والقريتين قريبين من بعض. ولو ما خدناش القصاص بالحق هيحصل دم كتير بص، احنا هناخد في كلامك على محمل ان القريتين احنا بنطالب الدولة بالعدالة، مش هناخدها على وضع تهديد، يا لكن احنا فندم. بنلاقي بنطالب الدولة بعدالة، بتطبيق احنا العدالة، يعني بنطالب الدولة. من قتل يقتل ولو بعد حين، بحكم ان ده قتل اخوك بدون ذنب يحاكم بما يتناسب مع الجريمة ديت، وفقا للقانون، وفقا للدستور، وفقا انا عايز القانون، بس احنا مش طالبين انا فعلا عايز غير القانون. القانون، طيب انا عايز انا هسألك عايز بس يا دم عماد وليس بعد إذنك، يعني بشكل أو بآخر، هل في أثناء استقبالك للعزاء أي من مساومات أو طرق للتسوية من قبل أفراد أو جهات أو مؤسسات؟ لأن الحقيقة شفت فيديو، أنا عايز تفسير منك ليه، يعني في ناس عايزة تبوس راسك، بيقول لك خلاص بقى وخلاص هو مات بقى، أنت عايز إيه تاني وكده، وأنت حتى قلت في وسط الكلام يومين وناس تنسى، وإحنا أساساً إحنا النهارده بنتكلم إن الناس مش هتنسى. يعني الناس لما بتنسى قضاياها وتنسى حقوقها بتضيع. واللي بيلعب على إن ذاكرة المصريين بتروح بعد 4 أيام يبقى غلطان. ده دم ما فيهوش حاجة تتنسي، وجريمة لا تسقط بالتقاضي. تمام. فهل بص في أي حضرتك، أعمال تسوية أو مساومات بتتم معاك في الوقت الحالي بصراحة؟ بص يا فندم، هو الجهاز الشرطي بيحاول يهدي الموضوع. تمام. تمام. واحنا مع الدولة مش ضد الدولة، ولكن مع دولة القانون وليس دولة البلطجة. تمام. تمام. انا حقي كمواطن من حقي اخده 1000000%، مش 100%. تمام. انا بدفع ضرائب، بدفع مستحقات، الدولة بتاخد مني اللي هي عايزاها، أنا عايز حق. تمام؟ فأي جهة أو أي مساومة، أي جهة هتظن إن أنا هرضخ بيها، فلن أرضخ بأي مساومات مقابل دم أخويا. اتمنى كل دم الاباط يكون أخويا عندهم نفس كل صار المصريين بالأرض. يكون عندهم نفس الشجاعه ديت في حفظ حقهم وحق الدماء التي سالت بدون ذنب. دم أخويا صارخ بالأرض. أنا استقبلته في المستشفى، انا دكتور، استقبلت اخويا في المستشفى كان ميت. امر يحزن. انا ودعت اخويا في القبر. اخويا يعني ابيض بياض بحمار، يعني حد كده جده، حد 190 متر،
حد كان يعني الله وديع يرحمه، تشوفه الله شكل يرحمه، الملايين. وربنا يعزيك ويعزي الوالدة، لأن احنا برضو شفنا مشاهد قاسية جدا للوالدة وهي بتودع ابنها تمام، وحزينة عليه. لما انا اشوفه في القبر، اشوفه في القبر وهو عباره عن ورقه منشوفه، ورقه دبلانه، اشوفه بالمنظر ده، واحد عنده 32 سنه، ما اتجوزش حتى، احنا بيه بدل ما امشي بيه في فرحه امشي بيه في جنازته، عريس في لن السماء، اقبل في وربنا حياتي، ربنا يعزيكم. ولا احنا كعيله، ولا احنا كقبيله، ولا كبلد، لن نقبل ان احنا نرضخ او نستسلم لاي قرار ولا اي حاجه. احنا عايزين حقنا، عايزين حقنا في البلد، عايزين حقنا من اعاده هيكله الجهاز الشرطي. لو في عناصر فاسده زي دي لازم تحاسب وتكون عبره، مش تكون عبره بس للفئه بتاعتنا، لكن تكون عبره لكل الفئات اللي بتعمل في هذا الجهاز. أمين، تمام، احنا مش متفق. بنتكلم، انا مش بتكلم على عنصر بشري، انا بتكلم على هيكل ونظام. مؤسسة، مؤسسة احنا منوط بيها محتاجينها حمايتك، وهي كمواطنين. بتقوم بعض أفرادها بيقوموا بالتعدي عليك لدرجة القتل. أشكرك جدا يا عماد، تعزياتي ليك وللأسرة، وأتمنى إن شاء الله حق عادل يرجع، حفظا حفظا لهيبة الأمن في مصر، ليس أكثر، حفظا في حق هيبة شكرا الأمن في مصر. شكرا ليك.